Buonasera tutti studenti، مساء الخير لكل طلبة الصف الثاني الثانوي. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض دي الحلقة الثانية في لا لينجوا ايطاليانا بير سيكوندو انو، اللغة الإيطالية للصف الثاني الثانوي. المرة دي هنتكلم عن إيه أو هنشرح إيه يعني؟ النهاردة هنشرح أونيتا أونو، عنوان أونيتا أونو أو الوحدة الأولى يعني. ان كونتاتو يعني على اتصال، يعني ان كونتاكت يعني. اول درس عندنا اسمه alle 10 mezzo del mattino، الساعة 10:30 الصبح. هنبدأ مع بعض اول درس معاكم سينيور رمون ممدوح، ونبدأ مع بعض في الوحدة الاولى. ايه الاهداف بتاع الوحدة النهاردة، او ايه الاهداف اللي احنا هنتكلم فيها في الوحدة دي؟ In questa lezione, في الدرس ده، impariamo a، هنتعلم ان احنا chiedere e dare informazioni sull'orario، نسأل ونقول معلومات عن الساعة أو عن المواعيد. Numero due, esprimere incertezza e dubbio، نعبر عن الشك وعدم التأكد. Numero tre, chiedere e dire l'ora، نسأل ونقول الساعة. رابع حاجة، impariamo cosa usano i giovani fra di loro per comunicare، نتعلم مع بعض الشباب بيستخدموا ايه بينهم وبين بعض يعني، per comunicare عشان ايه، يتواصلوا مع بعض. تعالوا نبدأ مع بعض كده بالديالوج الأول. طبعا صاحبتنا دي كيارا بتقول لباباها ciao papà، بتقول لباباها سلام يا بابا، adobo، أراك لاحقا أو see you later يعني. فبصت كده لقت زميلها باولو، فبتقول له اوه تشاو باولو كومي فا، اهلا يا باولو ازيك عامل ايه، كومي فا يعني كيف تسير، الدنيا ماشيه معاك ازاي يعني. فباولو بيقول لها تشاو كيارا، اهلا يا كيارا، اسبيتو دينو، انا مستني دينو بير ساليري. تشاو كيارا بيني، اهلا يا كيارا تمام، aspetto Dino، انا مستني دينو per salire، عشان اطلع insieme، مع بعض نطلع مع بعض، ده اليسيا عند مين، عند اليسيا. فقالت له a che ora avete appuntamento، وانتوا عندكم ميعادكم الساعه كام. فباولو قال لها alle 10:20، ميعادنا مع بعض الساعه 10 وثلث او 10 و20 دقيقه يعني. in ritardo، هو متاخر. e al cellulare non risponde، وما بيردش على الايه، ما بيردش على التليفون. فبتقول له forse è ancora a casa، ربما يكون لسه في البيت، ممكن يكون لسه في البيت ما نزلش يعني. فباولو قال لها vediamo، طب نشوف كده، وبدأ يتصل، التليفون بيرن بس طبعا ما حدش بيرد. قال لها no non risponde nessuno، لا ده ما فيش حد بيرد اصلا. aspetta، استني كده، forse so dove، ربما أعرف أين يكون، ممكن أبقى عارف هو فين دلوقتي. vieni con me، تيجي معايا. قالت له dove، فين. فقال لها al solito internet point qui vicino، للسايبر هنا قريب. فقالت له الانترنت بوينت في سايبر alle 10 mezzo del mattino، إيه ده الساعة 10:30 الصبح. بتستغرب يعني بدري قوي ان واحد يروح سايبر يعني. فباولو قال لها non conosci bene Dino، لا انت مش عارفه دينو كويس، andiamo، يلا بينا ايه، يلا بينا نمشي. فباولو راح هو وكيارا مع بعض يعني، راحوا السايبر. due minuti dopo، بعد دقيقتين تقريبا وصلوا، لقى دينو قاعد فعلا بيلعب على الايه، بيلعب على الكمبيوتر. فبيقول له دينو يا دينو، دي نوفو على الكمبيوتر، انت من جديد على الكمبيوتر، مرة تانية على الكمبيوتر، ما ساي كيوري سونو، وانت عارف الساعة كام. فدينو قال له اوه، بس كده اوه تشاو راجاتسي، اهلا يا شباب، كي سونو جا لديتش في ميتزا، اذا هي الساعة يجي لها 10:30 دلوقتي. فباولو قال له veramente sono le 10:40، بجد حقيقة يعني الساعة 10:40 دقيقة يعني الساعة 11 إلا ربع. e poi questo il tuo messaggio di ieri،
ودي الرسالة بتاعتك بتاعت امبارح. بص يا شباب كده مع بعض في الرسالة، كان كاتب ايه بقى؟ كان كاتب دوماني، دوماني قال ديتش فينتي بكرة الساعة ايه؟ 10:30 خلاص، نون ديتش ميتزا مش 10:30. فدينو قال له دافيرو بجد؟ اوكي طب تمام. اوناتيمو لحظة واحدة بس، كي سوبيرو السكوندو ليفيلو، اعبر بس الايه الليفل التاني او اعدي الليفل الايه التاني من اللعبة اللي هو بيلعبها يعني. فباولو قال له دينو سيامو جان ريتاردو، يا دينو احنا متأخرين، سو هيا قوم انديامو، يلا بينا ايه يلا بينا نمشي. شاليري لا ريسبوستا جوستا، اختار الإجابة الصحيحة. باولو دوفي بنسا دي تروفاري دينو، هو باولو فكر فين يلاقي دينو، فكر يلاقي دينو فين يا شباب، زي القطعة اللي احنا قريناها مع بعض دلوقتي او الدرس اللي احنا قريناه مع بعض. السوريتو انترنت بوينت، في سايبر معتاد، سايبر هم متعودين ان هم يروحوا يعني. السؤال الثاني، بركي كيارا سيمبرا سوربريزا، ليه كيارا تبدو ان هي سوربريزا مندهشة، ليه كيارا شكلها مستغرب؟ ايوه زي ما انتوا توقعتوا، ان دينو ايه الانترنت بوينت، ان دينو في السايبر قال ديتش ميتزا الساعة 10 وايه الساعة 10 ونص الصبح. طب السؤال الثالث، كيارا فاكون باولو، كيارا راحت مع باولو فين؟ اكازا دي دينو رقم واحد في بيت دينو، ولا الانترنت بوينت سايبر، ولا دا اليسيا عند اليسيا، ولا اخر حاجة التشينيما؟ طبعا راحت مع باولو فين؟ راحت مع باولو الانترنت بوينت عشان يشوفوا مين، يشوفوا دينو. السؤال الرابع، باولو وكيارا فانو انسيمي اتروفاري، باولو وكيارا راحوا مع بعض عشان يلاقوا مين، الكمبيوتر ولا اليسيا ولا البادري دي كيارا ابو كيارا ولا دينو؟ طبعا راحوا عشان يقابلوا مين او يلاقوا مين، يلاقوا دينو الاجابه الاخيره. السؤال الخامس يا شباب، الانترنت بوينت دينو في السايبر، دينو ماله بقى؟ بارلا دي تليفونو كان بيتكلم في التليفون، ولا ايه الكمبيوتر ده كان على الكمبيوتر، ولا ليجي اون ليبرو، ولا كان بيلعب بيقرا كتاب، ولا ستوديا كونيا ميتشي، ولا كان بيذاكر مع اصحابه؟ اكيد كان على الايه، اكيد كان على الكمبيوتر. طب السؤال السادس، كون كي قال ابونتامنتو باولو، هو باولو كان معاه ميعاد، ابونتامنتو يعني ميعاد مع مين، كون البابا مع بابا، ولا كون دينو مع دينو، ولا كون كيارا مع كيارا، ولا كون اليسيا مع اليسيا؟ اكيد كون دينو مع ايه، مع دينو. دوفي ديفونو انداري باولو ادينو، اين يجب ان يذهب باولو دينو، هو باولو دينو كانوا رايحين فين، ايه السينما، ولا بي اسكولا في المدرسة، ولا سي الانترنت بوينت في السايبر، ولا دي داليسيا؟ اكيد كانوا رايحين عند مين، عند اليسيا، او كانوا كلهم رايحين، كل اصحابهم اصلا كانوا معزومين عند ايه، كانوا معزومين عند اليسيا. طب السؤال الثامن، a che ora Dino deve incontrare il suo amico Paolo؟ في أي ساعة دينو يجب أن يقابل صديقه باولو؟ هما كانوا يعني متوعدين إن هما يتقابلوا مع بعض الساعة كام؟ على 10:40 الساعة 10:40 دقيقة 11 لتلت، ولا بي على 10:30 الساعة 10:30، ولا سي على 10:20 الساعة 10:30، ولا دي على 10:30 ولا الساعة 10:30 دقيقة؟ طبعا بي ودي الاثنين يعتبر نفس الاجابه، الديتش ميتزا الساعه 10:30 هي الديتش ترينتا الساعه 10:30 دقيقه. طبعا هم كانوا متوعدين اصلا ان هم يتقابلوا الساعه 10:30 او الديتش 20 الساعه 10:20 دقيقه. السؤال التاسع، دينو وباولو سونو، دينو وباولو بيكونوا اول حاجه ان ريتاردو، ان ريتاردو يعني متاخرين، ولا ان اوراريو في ميعادهم، ولا ان سييمه مع بعض، ولا ان تيمبو في الميعاد، ان اوراريو بتساوي ان تيمبو الاثنين كلمات بنفس المعنى، اكيد هم ان ريتاردو هم متاخرين. رقم 10، باولو نقط، باولو ده نقط. تعالوا بقى نجاوب بالاجابه الصح،
اول حاجه تليفون ادينو ما نون ريسبوندي، كان بيتصل تليفونيا بدينو بس ما بيردش، ولا تليفون ادينو كان بيتصل بدينو لوي ريسبوندي وهو رد، ولا سي الاجابه سي نون ا السيلولاري ما كانش معاه موبايل اصلا، ولا دي بارلا كون كيارا على التليفون كان بيتكلم مع كيارا في التليفون في التليفون. اكيد الاجابه اول واحده اللي هو تليفون ادينو ما نون ريسبوندي، كان بيتصل بدينو بس ما بيردش. اونديتشي سؤال 11، كوزا فادينو على الانترنت بوينت، دينو بيعمل ايه في السايبر؟ اول حاجه انكونترا لياميتشي كان بيقابل اصحابه، ولا جوكا كون ايفيديو جوكي كان بيلعب فيديو جيم، ولا سبيتا باولو داني باولو، ولا جواردا اون فيلم كان بيتفرج على فيلم. اكيد الاجابه بي جوكا كون ايفيديو جوكي كان بيلعب فيديو جيم. السؤال ال 12، دينو ماندا باولو، دينو بعت لباولو، دينو بعت لباولو ايه يا شباب؟ اون لترا جواب يعني، اول واحده دي جواب، ولا اون ليبرو كتاب، ولا تشي اون ستوريا قصه، قصه صغيره وقصه يعني تاريخيه وكده، ولا اون اس ام اس، طبعا بعت له ايه؟ بعت له اس ام اس او اون اس ام اس. نخلي بالنا يا شباب كويس جدا ان بيرك يدر اللورة عشان اسأل عن الساعة، بيرك يدر اللورة عشان اسأل عن الساعة يعني، بسأل بايه؟ بسأل بكي اورا ايه؟ لاحظوا هنا عندنا ان ايه دي مفرد، تمام؟ اورا دي مفرد، فنختار ايه مفرد او كي اورا ايه، اورا مفرد، فايه فعل اسري برضو بيبقى في الايه، بيبقى في المفرد. طب السؤال الثاني، كي اوري سونو، اوري هنا في الجمع، اوري جمع، فاختار معاها سونو جمع او بقول سونو في الجمع. يبقى انا اما بسال عن الساعه، لو انا عايز اسال عن الساعه اصلا لورا، بستخدم سؤالين، يا اما كي اورا ايه الساعه كام دلوقتي بس للمفرد، كي اوري سونو الساعة كام دلوقتي بس للجمع، تمام؟ واحنا قلنا ان اورا هنا عشان اورا دي مفرد بنستخدم ايه، واوري هنا جمع بنستخدم ايه، بنستخدم سونو. بير انديكاري لورا عشان اوضح الساعة بقى، عشان اقول الساعة كام، اقول ايه؟ هقول سونو ليه الساعة بتكون، واقول اي رقم بقى، تمام؟ على حسب انا عايز اقول الساعة كام، بس سونو ليه بنستخدمها مع رقم بس اكبر من ايه، اكبر من الواحد، تمام؟ طب لو واحد بقول ايه الا بسترفه اونا، يعني لو الساعة واحدة بقول اللونا انها الواحدة يعني، او لو الساعة بقى اي رقم تاني بس اكبر من واحد بقول سونو ليه، واختار اي ايه، اي رقم تاني، او بستخدم اي رقم تاني اي كده. مثلا الساعة كام انتوا شايفينها؟ الساعة دلوقتي 2 صح، فبقول سونو لي 2، الساعة يجي لها ايه؟ يجي لها 2. طب هنا الساعة كام؟ 2:05، فبقول سونو لي الساعة بتكون 2 ايه و 5 وخمس ايه؟ وخمس دقايق. طب هنا بقت 2:10، هقول ايه؟ هقول سونو لدو الساعة يجي لها 2 ايه و دياتشي وايه؟ وعشر دقايق. طب هنا بقت 2:15 صح؟ هقول ايه؟ هقول حاجة من 2، لما سونو لدو الساعة يجي لها 2 ايه كوينديتشي، يعني ايه كوينديتشي؟ كوينديتشي يعني 15، يعني الساعة 2:15 ايه؟ 15 دقيقة. أو ممكن أقول سونو لدو الساعة 2 ايه اون كوارتو وربع، يعني ممكن أقول الساعة 2:15 دقيقة، أو ممكن أقول الساعة 2 وإيه؟ 2:15. طب هنا الساعة 2 وإيه؟ 2:30 أو 2:30 دقيقة، فأنا ممكن برضه أقولها بطريقتين، يا إما أقول سونو لدو الساعة 2 ايه 30، يعني ايه 30؟ قلنا 30 يعني 30، اقول الساعة 2:30 دقيقة، او
sono le due e mezza. Mezza يعني ايه مezza؟ مezza يعني نص. يعني ممكن اقول الساعة 3، ساعة سوري 32 دقيقة، او الساعة ايه 2:30. طب هنا بقى الساعة كام؟ هنا ممكن انطقها برضو بطريقتين. ممكن اقول ده بالعربي كده، اقول الساعة 2:45 دقيقة، او الساعة 3 الا ربع اللي هو في الايطالي، هقول sono le due، الساعة 2 e 45 و5 وايه و45 دقيقة، او sono le 3 الساعة 3 meno. يعني ايه meno؟ meno يا شباب دي بمعنى الا. meno بمعنى ايه؟ بمعنى الا. un quarto، quarto طبعا لسه قايلين عليها ان هي ايه، ان هي ربع. يبقى ممكن اقول الساعة 2:45 دقيقة، يعني sono le 45، او sono le 3 meno un quarto، الساعة 3 الا ايه الا ربع. طب الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 3. هقول ايه؟ هقول sono le 3، sono le 3 يعني الساعة ايه؟ يعني الساعة 3. طب ده لو الرقم قلنا اكبر من واحد. طب لو الساعة واحدة بالظبط هقول ايه؟ هقول ايه لونا، ايه مع ايه الابوستروفو وايه ورقم اونا اللي هي ايه، اونا يعني واحد او واحدة يعني ساعة واحدة. طب اما تبقى الساعة 12 ممكن اقولها برضو بطريقتين. ممكن اقول ان سونو لي دوديتشي، ساعة ايه؟ الساعة دوديتشي، دوديتشي يعني ايه؟ يعني 12، ساعة بتكون 12 خلاص، sono le 12 الساعة 12. أو 12 دي لو 12 الظهر بقول إيه ميتسو جورنو، إنها منتصف النهار. ميتسو جورنو يعني منتصف الإيه؟ منتصف النهار. طب لو الساعة 12 بالليل هقول إيه ميتسا نوتي، ميتسا نوتي يعني إيه؟ منتصف الليل. يبقى لو الساعة 12 عندي أنا ممكن أقولها بكام طريقة؟ بطريقتين. لما أقول sono le 12 الساعة 12 وخلاص كده، او اقول بقى الساعه 12 ايه الظهر يبقى ايه ميتسو جورنو. طب الساعه 12 بالليل ايه ميتسا نوتي. طب بيركي يدر الاوراريو بقى عشان اسال عن الميعاد. يعني اول سؤال ده اللي هو كي اورا ايه او كي اوري سونو، انا كنت يا شباب بسال عن الساعه، هي الساعه كام دلوقتي؟ انا قصدي تقول لي الساعه دلوقتي كذا، الساعه دلوقتي 1 2 3 4 12 زي ما احنا خدنا. طب لو انا اسال عن ميعاد بقى هقول لك طب هو المسلسل في أي ساعة؟ في أي ساعة المباراة؟ في أي ساعة مثلا الفيلم؟ في أي ساعة نذهب إلى المدرسة؟ في أي ساعة نتغدى؟ في أي ساعة تنام؟ في أي ساعة؟ في أي ساعة؟ في أي ساعة؟ أنا كده بسأل عن إيه؟ أنا كده بسأل عن الميعاد، أنا كده بسأل عن إيه؟ الميعاد. يبقى بير كيدر الوراريو عشان أسأل عن إيه؟ عن الموعد، أو عشان إيه؟ أسأل عن الميعاد. طب عشان اسال عن الميعاد هسال بايه؟ هسال باكي اورا. اكي اورا يعني في اي ساعه، اكي اورا يعني ايه؟ يعني في اي ساعه. وطبعا يجي وراها فعل متصرف بقى، اكي اورا دورمي هتنام الساعه كام، اكي اورا تسفيلي بتصحى الساعه كام، اكي اورا مانجي انت بتاكل اصلا الساعه كام، اكي اورا برانسي انت بتتغدى الساعه كام، اكي اورا فيا سكولا انت بتروح المدرسه الساعه كام، اكي اورا الى بارتيتا هو الماتش اصلا الساعه كام، وهكذا بقى. يعني اكي اورا ولازم يجي وراها فعل متصرف. زي ايه؟ زي اكي اورا كومينشا يعني يبدا لا ليزيوني، في اي ساعه تبدا الدرس؟ هتبدا الدرس الساعه كام؟ هقول لا ليزيوني كومينشا، الدرس هيبدا. طب هنا هختار ايه او انا هستخدم ايه؟ يعني ايه نوفي اصلا يا شباب؟ نوفي يعني تسعه صح؟ طب لو الساعه 9 انا هختار اللي، انا هختار ايه؟ اللي، او هستخدم اللي. احنا انتوا عارفين ان الساعه لو اكبر من واحد ما كنا بنستخدم اداه تعريف ليه، صونو ليه واي رقم تاني اكبر من واحد صح؟ طب اما ادمج الا اللي هي بتاعت اكي اورا اللي هي في اي ساعه يعني حرف الجر ده مع اللي هضاعف ال ال تبقى اللي، اللي نوفي. يبقى انا عايز استخدم اي رقم بس اكبر من واحد اقول قبليه اللي، اي رقم اكبر من واحد استخدم ايه؟ استخدم قبليه اللي. طب لو الساعه واحده، انتوا عارفين ان واحده او اونا
بتاخد الا بستارفو صح؟ طب مع الاه تبقى الا بستارفو. يبقى لو انا عايز استخدم الميعاد بقى، عايز استخدم ميعاد او عايز اقول ميعاد، لو الميعاد ده الساعه 1 هقول اللونا، هقول الا بستارفو مع اونا اللونا. طب لو رقم بس اكبر من 1 اختار ايه؟ اختار اللي. طب لو عندي ميتسو جارنو او ميتسا نوتي بستخدم معاهم حرف الجر اه بس، اه يعني في منتصف النهار او في منتصف الليل، اه مع ميتسو جارنو او اه مع ميتسا ايه، اه مع ميتسا نوتي. يبقى انا عشان ارد على ميعاد او اقول ميعاد يعني هقول لو ميتسو جارنو ميتسا نوتي الاثنين دول انا بستخدم حرف الجر ايه، حرف الجر اه بس، اه ميتسو جورنو اه ميتسا نوتي، في منتصف النهار او في منتصف الليل، ميتسا نوتي يعني منتصف الليل. طب لو الساعة اونا الساعة 1 اختار الابوستروفو اللونا. طب لو رقم بس اكبر من 1 اختار ايه؟ اختار اللي. بقى بيجي لنا في المواقف ازاي؟ بيجي يقول لك كده بيركي يدري لوراريو، عشان تسأل عن الميعاد هسأل بايه؟ هسأل باكي اورا. يعني ايه اكي اورا يا شباب؟ اكي اورا يعني في اي ساعة، اكي اورا يعني في اي ساعة، داكي اورا اكي اورا، داكي اورا يعني من اي ساعة. يبقى داكي اورا يعني ايه؟ يعني من اي ساعة، واكي اورا يعني الى اي ساعة، اكي اورا يعني الى اي ساعة، وداكي اورا يعني من اي ساعة. يبقى انا عشان اسال عن المواعيد ممكن اسال بسؤالين لغايه دلوقتي، اكي اورا يعني في اي ساعه، او داكي اورا اي اكي اورا من الساعه كام للساعه كام، زي ما بنقول كده بالايه، باللغه الدارجه. وممكن اسال بكواندو، يعني ايه كواندو؟ ايوه برافو عليك، كواندو دي خدناها السنه اللي فاتت بمعنى ايه؟ بمعنى متى. نسال تراكوانتو، تراكوانتو يعني خلال كم، تراكوانتو يعني ايه؟ يعني خلال ايه؟ خلال كم من الوقت قصدي طبعا. يبقى انا عشان اسال عن الميعاد او عشان اسال عن المواعيد هسال باربع اسئله، اكي اورا يعني في اي ساعه، او داكي اورا اكي اورا من الساعه كام للساعه كام، او كواندو امتى، او ترا كوانتو خلال كم من الايه، خلال كم من الوقت. طب الموقف بقى ده بيقول لك كواندو رينجراتسيو، لو انا رينجراتسيو، رينجراتسيو يعني هشكر، لو انا هشكر واحد هقول له ايه؟ طبعا رينجراتسيو دي يعني اشكر، يبقى اكيد هقول ايه يا شباب؟ اكيد هقول شكرا، رينجراتسيو يعني اشكر، يبقى انا هقول ايه؟ هقول شكرا. يبقى هقول جراتسي تانتي يعني شكرا جزيلا، او جراتسي ميلي الف شكر. يبقى لو انا عايز اشكر اقول جراتسيه، فيها جراتسيه يا شباب، اي جراتسيه، جراتسيه يعني شكرا، احنا واخدينها من سنه اولى جراتسيه دي، جراتسي تانتي يعني الف شكر، او جراتسي ميلي اللي هو الف ايه، الف شكر، جراتسي تانتي يعني شكرا جزيلا. طب لو انا عايز ارد بقى على الشكر بالريسبوندري ادون رينجراتسيامنتو، عشان ارد على الشكر هقول ايه؟ هقول بريجو العفو، او دينيانتي لا عليك، الله يهمك يعني، فيجورتي لا عليك برضو، نونش دي كي زي ما تقولش كده يعني، لا شكر على واجب يعني، خلاص. يبقى انا بير ريسبوندري، ريسبوندري يعني ارد، ريسبوندري يعني ارد. يبقى عشان ارد على الشكر هستخدم اي تعبير من التعبيرات الاربعه دول، بريجو العفو، دينيانتي يعني لا شيء، فيجورتي لا عليك، او نونش دي كي ما تقولش كده. مع بعض المواقف بيرس بريمري انشرتيتسا دوبيو، عشان اعبر عن عدم التاكد، انشرتيتس يعني عدم التاكد، او الدوبيو، الدوبيو اللي هو الشك، عشان اعبر عن عدم التاكد او الشك استخدم نون سوسي، مش عارف، نون سوسي يعني مش عارف، ما نون سو مش عارف برضو، بس ما دي اللي هي بتدي حق بالايه، التردد اللي هو كده يعني، نون سون سيكورو، سيكورو يعني متأكد، نون سون سيكورو يعني مش متأكد. probablemente، probablemente يعني probably يعني من المحتمل يعني ممكن. credo يعني أعتقد.
penso يعني اظن، وفورسي يعني ربما. يبقى انا عشان اعبر عن انشرتيتسا او دوبيو، بيجي لي في المواقف يقول لك سبريمري انشرتيتسا او دوبيو، اعبر عن الشك او عدم التاكد، هختار ايه؟ طبعا احنا الموقف عندنا بيبقوا 5 اختيارات وانا بختار 2 منهم، فاختار 2 من دول، نونسو سي مش عارف، او ما نونسو مش عارف برضو، نونسون سيكورو انا مش متاكد، بروبابلمنتي من المحتمل، كريدو اعتقد، بنسو اظن، فرصه يعني ربما. طب تعالوا بقى ناخد تمرينات كده مع بعض. السؤال الاول بيقول لك كواندو انديكو، يعني انديكو، انديكو يعني اوضح او اشير الى، لوراريو الميعاد، ديني جوتسي الميعاد بتاع المحلات، هقول ايه لو انا بوضح او بقول الميعاد بتاع المحلات؟ هقول ايه يا شباب؟ هقول لتشينكوا ده 5، ولا تشينكوا يورو، ولا 5 يورو، ولا سونو لتشينكوا استعجلها 5، ولا دال تشينكوا قال نوفي دي سيرا من 5 لـ9 مساء، ولا فرادوي اوري خلال ساعتين. طبعا عشان انا بقول ميعاد او بوضح الميعاد، يبقى هختار دال تشينكوا قال نوفي دي سيرا من 5 لـ9 مساء، او فرادوي اوري خلال ايه؟ خلال ساعتين، المحل هيفتح مثلا خلال ساعتين، يبقى هقول فرادوي اوري. طب السؤال الثاني، كواندو كييدو اللورا، لو انا بسال عن الايه؟ عن الاورا، اورا يعني الساعه، بسال عن الساعه هقول ايه؟ هقول اول حاجه كي اورا ايه؟ بتاع كام؟ ولا سونو لي اوتو يجي لها 8 او الساعه 8 يعني، ولا تشي كواندو فايا سكولا امتى بتروح المدرسه؟ ولا فادو اسكولا ليتو ولا بروح المدرسة الساعة 8، ولا اي اي كي اوري سونو الساعة كام دلوقتي؟ طبعا انا لما اشوف كلمة كيدو يا شباب، كواندو كيدو، عندما اسأل يبقى انا هستبعد اي حاجة ما فيهاش علامة استفهام، يعني انا ماليش دعوة بسونو لي اوتو الساعة 8 او فادو اسكولا لي اوتو بروح المدرسة الساعة 8، تمام؟ يبقى انا هختار حاجة من الثلاثة التانيين. طبعا انا بسأل عن الاورا، الاورا اللي هي الايه؟ اللي هي الساعة، هسأل عن الساعة بإيه؟ برقم أ اللي هي أول واحدة، كي أورا إيه؟ أو كي أوري سونو الساعة كام؟ إحنا قلنا أورا في المفرد، أورا في المفرد هختار إيه؟ وأوري في الجمع بستخدم سونو. طب السؤال الثالث، كواندو رينجراتسيو، لو أنا بشكر كوالكونو شخص ما، لو أنا بشكر واحد هقول له إيه بقى؟ هقول له أريفيدرتشي إلى اللقاء، ولا أقول له دينيانتي ولا يهمك، ولا اقول له جراتسي تانتو شكرا جزيلا، ولا بريجو العفو، ولا تي رينجراتسيو انا بشكرك؟ اكيد هختار تشي جراتسي تانتو شكرا، ايه شكرا جزيلا، وكمان اختار تي رينجراتسيو انا ايه انا بشكرك. السؤال الرابع، كواندو انديكو، لو انا بقول بروبابلمنتي من المحتمل، ايو فادو كون يا ميتشي على السينما، من المحتمل ان انا اروح مع الاصدقاء للايه؟ السينما. طبعا اما انا اشوف كلمه بروبابلمنتي دي يعني من المحتمل، يبقى انا كده بعبر عن ايه؟ بعبر عن الشك او عدم التاكد. يعني ايه شك؟ يعني شتتسه؟ لا، شتتسه دي التاكد نفسه. دوبيو يعني الشك، دي تمام. ولا سيكورو، سيكورو بتساوي شتتسه اللي هو متاكد يعني. ولا ان شتتسه اللي هو عدم التاكد، دي برضو صح. ولا بريفيرنسا شيء مفضل بالنسبه لي، اكيد اختار بي توبيو، واختار انشرتيتسا اللي هو عدم الايه؟ عدم التاكد. طب الموقف اللي معانا بعد كده، كواندو كييدو الاوراريو، لو انا بسال عن الاوراريو الميعاد، خلاص بسال عن الميعاد، اختار ايه بقى؟ لا بارتيتا اي اللي اوتو الماتش الساعه 8، ولا بي دوفي كويستو نيجوتسيو اين يكون هذا المحل، ولا النيجوتسيو ابري اللي اوتو هو المحل ده بيفتح الساعة 8، ده سؤال ده تمام، سؤال هو آخره عن استفهام، ولا دي أكي أورا أبري كويستو نيجوتسيو في أي ساعة بيفتح هذا المحل، ده كمان سؤال عن الميعاد، ولا إيه كومي كويستو نيجوتسيو كيف يكون هذا المحل. طبعا إحنا قلنا لو أنا لقيت كلمة كيدو، يعني كيدو، كيدو يعني بسأل، كواندو كيدو يعني عندما أسأل، هستبعد أي جملة مش آخرها علامة استفهام، يعني اول واحده ما تنفعش خالص. طب انا بسال عن ايه بقى يا شباب؟ بسال عن اوراريو، بسال عن الميعاد، يبقى لازم
السؤال يبقى فيه حاجة ليه علاقة بالمعاد زي أكي أورا أو داكي أورا أي أكي أورا أو كواندو أو فراكوانتو اللي احنا خدناهم الأربع تعبيرات اللي احنا خدناهم تمام. أو ممكن أسأل السؤال بهل اللي هو زي تشيدا زي السؤال تشيدا النيجوتسيو أبري ألي أوتو هو المحل اللي بيفتح الساعة 8. أنا كده بسأل عن إيه؟ بسأل بهل أو بسأل عن بس بصيغة تانية اللي هي إيه؟ اللي هي هل. يبقى أنا أختار تشي وأختار كمان إيه؟ وأختار دي. طب نمرو ساي رقم 6 quando supremo incertezza عندما اعبر عن عدم التاكد. لو انا بعبر عن عدم التاكد هختار ايه؟ هقول مانونسو مش عارف ولا سونو سيكورو انا متاكد ولا تشيرتو بالتاكيد ولا سيلوسو ايوه انا عارف ولا نون سونو سيكورو. لو انا بعبر عن الانشرتيتسا عدم التاكد اكيد هختار حاجه فيها نون نونسو او نون سونو سيكورو يبقى انا هختار ا اول واحده وايه اخر واحده. اللي معانا بعد كده يا شباب نمره 6 رقم 7 بيقول كواندو ديكو عندما اقول هبص على الجمله اللي بين قوسين تنصيص تراكوانتو تراكوانتو يعني خلال كم بارت الترينو سيرحل القطار ده سؤال ده خلاص يبقى انا هختار حاجه فيها كيدو. ايه ده ده كلهم كيدو يا سينيور اهو كيدو 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 كلهم كيدو يعني كلهم بسأل انا تراك وانتو ده بسأل عن ايه تراك وانتو بسأل عن الميعاد اكي اورا بسأل عن الميعاد وداكي اورا إيه اكي اورا من الساعة كام للساعة كام ده بسأل عن الميعاد وكواندو اللي بديه اللي هي بمعنى متى بسأل عن الميعاد وتراك وانتو اللي هي اللي قدامنا دي بمعنى خلال كم برضو بسأل عن ايه الميعاد يبقى اختار بي عشان بي كيدو الوراريو اوراريو يعني الميعاد لكن اورا الاولانية دي يعني ساعة طبعا دي ما تنفعش انا مش بسأل عن الساعة كده فانا اختار ايه اختار بي. طب هختار تشي اللي هي كيدو اللورا بسأل عن الساعة ديلا بتاعت بارتنسا الرحيل بسأل عن ساعة الرحيل ايوه يبقى اختار تشي. لكن دي كيدو اللافورو انا بسأل عن العمل لا ما بسألش عن العمل ولا ايه كيدو الاندريتسو بسأل عن العنوان لا اكيد انا بسأل عن الاوراريو اللي هو الميعاد يعني وبسأل عن اللورا ديلا بارتنسا اللي هي ساعة الايه ساعة الرحيل. طب 8 عندنا ما ايه نون سونو سيكورو مش انا مش متأكد يعني نون سون سيكورو يعني ايه انا مش متاكد يبقى انا كده اسبريمو ايه بعبر عن ايه بعبر عن الدوبيو الشك ولا بريفرنسا التاكيد ولا الاوبي الهوايه بتاعتي ولا الشيرتيتسا التاكيد ولا ان شيرتيتسا عدم التاكيد اكيد ايه اول واحده الدوبيو الشك يعني واكيد ايه اخر واحده ان شيرتيتسا اللي هي عدم التاكيد او الشك. طب السؤال التاسع quando dico عندما اقول questo negozio apre alle 9 المحل ده apre فاتح alle 9 الساعة 9 انا كده بقول ايه يا شباب alle 9 ده ميعاد ده ولا ساعة ده ميعاد يبقى انا كده كيدو الاوراريو بسأل عن الميعاد لا دي جملة عادية مش هختار اي حاجة فيها كيدو ولا انديكو الاوراريو بوضح الميعاد دي صح دي ولا كيدو لورا بسأل عن الساعة أصلا دي جملة ما ينفعش أي حاجة فيها كيدو كيدو دي بتاعت السؤال ولا دي كلورا بوضح الساعة لا أنا مش بوضح ساعة أنا مش بقول ساعة أنا بقول الإيه بقول الميعاد ولا دي كلوراريو أيوة هي اختار بي وإيه إنديكو يعني بوضح أو بشير للأوراريو للميعاد وإيه ديكو بقول لوراريو بقول الإيه تقول الميعاد. طب نمرو 10 رقم 10 i negozi sono aperti anche il pomeriggio المحلات sono aperti anche بتكون فاتحه برضو il pomeriggio بعد الظهر المحلات بتكون برضو فاتحه بعد الظهر يبقى انا كده بقول ايه دي كلورا بقول الساعه ورا يعني ساعه لا انا ما كده بقولش عن بقولش ساعه ولا دي كلوراريو بقول الميعاد ايوه كده بقول ميعاد ولا كيدو لورا كيدو ده
احنا قلنا لما يبقى في علامة استفهام، ما فيش علامة استفهام ما فكرش في كيدو. كيدو لورا يعني بسأل عن الساعة، ولا كيدو لوراريو بسأل عن الميعاد؟ لا مش بسأل عن الميعاد، ولا ان دي كولوراريو بوضح الميعاد، يبقى انا كده دي كولوراريو بي صح، وان دي كولوراريو اللي هي ايه صح. طب نمرة اونديتشي، بقول كواندو ديكو، اول ما اقول بين قوسين فورسي، يعني فورسي قلنا، فورسي قلنا يعني ربما، يبقى اما اقول ربما دي يا شباب يبقى انا كده بعبر عن ايه؟ الشفتسه التاكيد لا طبعا، اوراريو الميعاد لا طبعا، سيكورو ان انا متاكد يعني لا طبعا، دوبيو الشك كده بعبر عن الشك، ولا انشرتتسا عدم التاكد، يبقى بعبر عن الدوبيو الشك والانشرتتسا. طب نمرو اونديتشي رقم 12، ديكو بقول لا بارتيتا كومينشا، الماتش هيبدا الي 8، الساعه كام؟ الساعه 8، يبقى انا كده بقول ايه؟ بقول ميعاد، او بوضح الايه؟ بوضح الميعاد. يبقى اول واحده ان دي كولوراريو ديلا بارتيتا، بقول او بوضح ان ديكو يعني بوضح او بشير لوراريو الميعاد ديلا بارتيتا، الميعاد بتاع الماتش يعني، ولا كيدو لوراريو ديلا بارتيتا، بسأل كيدو يعني بسأل، لا انا مش بسأل دي استبعدها خالص، ولا بارلو ديل اوراريو بتحدث عن الموعد بتكلم عن الميعاد، ولا دي كولورا بقول الساعه، ولا كيدو لورا بسأل عن الساعه، يبقى انا كده ان دي كولوراريو ديلا بارتيتا بشير او بوضح او بقول الميعاد بتاع الماتش، وشي بارلو ديل اوراريو اللي هو بتكلم عن الايه او عن الميعاد. تريديتشي رقم 13، سونو لتشينكوي ساعة 5 خمسة يعني، يبقى أنا كده بقول إيه؟ إن دي كولا داتا، داتا يعني التاريخ، بقول التاريخ؟ لا أكيد لا ما بقولش التاريخ، ولا إن دي كولا ناتسوناليتا، بقول الجنسية؟ لا كده برضو ما بقولش الجنسية، ولا إن دي كولورا، بقول الساعة، أيوه إن دي كولورا بوضح الساعة، ولا دي إن دي كوليتا بوضح الإيتا السن يعني أو العمر، لا طبعا ما بقولش ولا السن ولا العمر، يبقى إيه آخر واحدة اللي هو دي كول إيه؟ دي كولورا، يبقى ان دي كولورا بوضح الساعة، او دي كولورا بقول الايه؟ بقول الساعة. طب كواتورتشي رقم 14، اكي اورا ابريل نيجوتسيو، هو المحل ابري فتح الساعة كام؟ انا كده بسأل ايه؟ بسأل سؤال، يبقى انا كده بارلو دلوراريو دل نيجوتسيو، بتكلم بارلو يعني بتكلم عن الاوراريو الميعاد بتاع المحل، ولا بي كيدو انفورماسيوني بطلب معلومات، كيدو انفورماسيوني يعني بطلب معلومات، سول نومي ديل نيجوتسيو، نوم يعني اسم عن اسم المحل، ولا تشي كيدو انفورماسيوني بطلب معلومات سول لوجو عن المكان بتاع المحل ديل نيجوتسيو، ولا كيدو انفورماسيوني سول اوراريو بطلب معلومات عن الاوراريو، اوراريو يعني ايه؟ اوراريو يعني ميعاد، ولا اخر واحده كيدو انفورماسيوني سول اندريتسو بطلب معلومات عن العنوان. طبعا واضح قوي ان الاجابه انا كده بتكلم عن المواعيد بتاعت المحل او بتحدث عن مواعيد المحل، ودي اللي هو بطلب معلومات عن ايه؟ عن الميعاد بتاع الايه؟ بتاع المحل. طب السؤال كوينديتشي او السؤال 15 يعني، è aperto solo dalle 9 alle 12، ده بيفتح بس من الساعه 9 لغايه الساعه 12، يبقى انا كده بقول ايه؟ ان دي كولوراريو بوضح الميعاد، ولا دي كولوراريو بقول الميعاد، ولا كيدو اللورا بسال عن الساعه، لا ده مش سؤال يبقى انا مش بسال عن الساعه، ولا دي كولورا بقول الساعه برضو انا مش بقول الساعه، ولا كيدو اللوراريو بسال عن الميعاد، انا مش بسال اصلا، دي جمله عاديه ما فيهاش علامه استفهام، يبقى انا هستبعد كيدو خالص، يبقى انا هختار ان دي كولوراريو اللي هو بوضح الميعاد، ودي كولوراريو اللي هو بقول الايه؟ بقول الميعاد. نمرو سيديتشي رقم 16، ما نونسو مش عارف، واندو
عندما ايه؟ لما اقول نون سو انا مش عارف، يبقى انا كده بقول ايه؟ سبريمو شرتيتسا، بعبر عن شرتيتسا يعني التأكيد، ولا ان شرتيتسا، ولا عدم التأكيد. لاحظوا ان دي شرتيتسا يعني تأكيد، واللي قبلها ان اللي هي النفي بقى، ان شرتيتسا. انا طبعا كده بقول ان شرتيتسا، يبقى دي صح. ولا اسبريمو، اسبريمو بوسيسو، بعبر عن الملكية. لا انا مش بعبر عن الملكية. ولا دي اسبريمو بريفرنسا، بعبر عن شيء مفضل بالنسبة لي. لا برضو مش بقول شيء مفضل بالنسبة لي. ولا طب سؤال ديتشو ستة او سؤال 17 يعني. بردير لوراريو، عشان اقول ديري يعني اقول لوراريو الميعاد، اقول الميعاد. كواندو ابري نيجوتسيو، امتى بيفتح المحل؟ ده سؤال. ولا اكي اورا كيو ده نيجوتسيو، المحل بيقفل الساعة كام؟ ده برضو سؤال. ده بيتعارض ان انا اقول اصلا، مش بسأل انا بقول. ولا تشي اورا سونو التشينكوي، الساعة يجي لها 5. ولا استاسيرا اسكو اليوتو، النهارده بالليل هخرج الساعة 8. ولا دي سوليتو فادوليتو ميتسا نوتي، النهارده اروح السرير ميتسا نوتي يعني منتصف الليل، يعني الساعة 12 ايه؟ 12 بالليل. يبقى انا اما بقول الميعاد يبقى انا هقول استاسيرا اسكو اليوتو، النهارده بالليل انا هخرج الساعة 8 يعني. وايه اخر واحدة؟ دي سوليتو فادوليتو ميتسا نوتي، عادة بروح السرير ميتسا نوتي في منتصف. نتكلم بقى شوية يا شباب عن كوزا اوزانو جوفاني فرادي لورو بير كومونيكاري، الشباب بيستخدموا ايه بينهم وبين بعض بير كومونيكاري عشان يتواصلوا. طبعا انتوا عارفين ان دلوقتي الشباب بيستخدموا اكتر حاجه اي سيتي سوشيالي او المواقع السوشيال ميديا. خلاص عن زي ايه عندنا؟ زي فيسبوك او واتساب، بيستخدموا طبعا مساجي الرسائل بينهم وبعض، بيستخدموا التليفون المكالمات، بيستخدموا الانترنت، بيستخدموا الايميل النت، بيستخدموا الايميل، بيستخدموا كمان الايه كمان الايميلات. تمام كده يا شباب، احنا نكون خلصنا الدرس الاول من المنهج بتاعنا اللي هو اونيتا اونو اللي هو ان كونتاتو اللي هو على اتصال او دايما على اتصال. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima settimana. Saremo il collo.